السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل المسلمين طيبين. خلاص الحج خلص، مناسك الحج خلصت، كل الناس المسلمين هيبتدوا خلصوا مناسكهم، حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور. الناس ضحت وكان في صلة رحم، كان في تظاهر، كان في فرحة في العيد. إن شاء الله الفرحة دي تدوم دايما، إن شاء الله كل المسلمين وكل المصريين يبقوا في فرحة وسعادة، والفرحة ما تتقطعش من بلادنا دايما يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، النهاردة في اليوم المفتوح فقرتنا هتكون عن المصريين في أوروبا. يعني إيه المصريين في أوروبا؟ الجالية المصرية بتعمل إيه في أوروبا؟ المرأة المصرية بتعمل إيه في أوروبا؟ نظرة المجتمع الغربي للمرأة العربية عموما بتكون إزاي؟ وللمرأة المصرية بتكون إزاي؟ وأهم التحديات اللي بتشوفها المرأة المصرية في الغرب عموما وفي أوروبا عموما، التحديات بتبقى قوية جدا، وبنشوف هل المرأة المصرية قد التحدي ولا مش قد التحدي. كل ده إن شاء الله هنعرفه مع ضيفتنا وفقرات اليوم المفتوح. خليكم معايا فاصل ونرجع ليكم عشان نشوف تحديات المرأة المصرية في أوروبا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين عشان نعرف أهم تحديات المرأة المصرية في أوروبا وخاصة في فرنسا. بيشرفني يكون ضيفتي النهاردة أستاذة شيرين الطيبي، مصرية مقيمة في فرنسا. أهلا بيك يا أستاذة شيرين. حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة، وعيد أضحى مبارك عليك وعلى كل المسلمين. كتير ربنا يخليك. شكرا. أكلتي لحمة في العيد؟ أكيد. أستاذة شيرين، بما أنك مصرية ومقيمة في أوروبا وبالتحديد في فرنسا، عايزك تقولي لي المرأة المصرية أو المرأة العربية عموما في الغرب، نظرة الغرب للمرأة العربية بتكون إزاي، ونظرة الغرب للمرأة المصرية خاصة بتكون إزاي؟ والله نظرة الغرب بتختلف من النظرة للمرأة العربية، بالذات دول شمال أفريقيا، غير المرأة المصرية بوجه خاص. دول شمال أفريقيا دايما في منها كتير قوي في أوروبا وبالذات في فرنسا، والنظرة بتكون نظرة يعني نظرة متساوية بالنسبة للرجل، ما فيش فرق بين الست والراجل في فرنسا. ولكن بالذات للستات المصريين لهم نظرة تانية مختلفة، لأن هم أول ما بيعرفوا أن أنت مصري أول حاجة فعلا بيسألوا عليها بيقول لك الفرعنة. أول حاجة دي، اول حاجه بتقع للخاطر للاوروبيين بصفه خاصه. المراه العربيه ليها اكثر حظ من المراه المصريه في فرنسا بحكم اللغه. اللغه دي من اهم العوائق اللي ممكن تقابل الناس بره مصر، سواء بالذات الدول الفرنكوفون، لان بتنقسم للاثنين الانجلوفون والفرنكوفون. الفرنكوفون صعب قوي لان ما فيش ناس كتير مصريين بيتكلموا فرنش او بيتعلموا في المدارس وهم صغيرين، وبالتالي دي من اهم الصعوبات اللي بتواجه المراه المصريه بصفه خاصه. والمراه العربيه بصفه عامه ما فيش الصعوبات دي، يعني ما فيش حته الصعوبه دي في المواجهه. لان طبعا حضرتك عارف ان شمال افريقيا كله كان احتلال الفرنسي اصلا، فهم اصلا بيكلموا فرنساوي اكتر من العربي. بس دي اكتر حاجه. طيب هقول لك بقى، يعني بما اننا في العيد هاخدك لنقطه تانية واسالك، العيد في فرنسا والجاليات المصريه في فرنسا، المصريين في فرنسا بيتعاملوا ازاي مع بعض؟ بيتعاملوا ازاي لما بيجي مناسبه رمضان، العيد الصغير، العيد الكبير؟ تحكي لي بقى، اكيد حصل ان انت في اعياد عدت عليكي هناك، رمضان، عيد كبير، عيد صغير، كنتوا بتتعاملوا ازاي بقى كمصريين في غربه؟ بتتعاملوا ازاي في الاعياد دي؟ المصريين بره مصر في اقامه الشعائر الدينيه اكثر ترابطا من جوه مصر. اكثر ترابط. دي حقيقه. دي حقيقه. في فرنسا في جوامع بيروحوا يصلوا فيها، سواء كانت الصلوات العاديه او صلاه الجمعه او صلاه التراويح، بتقام في فرنسا بصفه دايمه وبصفه مستمره.
في الأعياد بتلاقيهم مع بعض في عيد الفطر مثلا، بيكونوا موجودين بيعملوا فطار جماعي الصبح، الناس بتفطر في يوم العيد الصبح وبيصلوا العيد، والتهاني بتكون موجودة. في عيد الأضحى موجود، بس ما فيش طبعا ذبح في البيوت، الذبح بيبقى في المجازر وكده. فأنا بشوف المصريين برا مصر في الأعياد وفي المناسك الدينية بصراحة أكثر حفاظا وأكثر اهتماما بده أكتر من مصر. دي حقيقة على فكرة، مش بجامل والله، مش بقول ده اللي بتشوفيه هناك. ده اللي أنا بشوفه فعلا، ده اللي أنا بشوفه فعلا. فبشوف ده اللي أنا بشوفه، ده العيد ليه مظاهر في فرنسا. أي نعم ما بتبقاش يعني زي مصر طبعا، وما فيش أجازات، لأن إحنا ما فيش أجازات في فرنسا في الأعياد طبعا. بس بيبقى حظنا حلو قوي يوم لو جه العيد يوم سبت او يوم حد. طبعا بنبقى مبسوطين جدا يعني السنه دي، اكيد هم كانوا مبسوطين هناك لان انا عيدت هنا، فاكيد كانوا مبسوطين لان العيد يوم حد والوقفه عرفه كانت يوم سبت. فده طبعا من حظنا هناك، بس غير كده صراحه بس بنحس لان كله بيروح يصلي. صلاه العيد بتبقى في وقت متاخر، بتبقى تقريبا الساعه 8 او 9، فناس كتير بتروح تصلي في الجامع، الجوامع مفتوحه مش مقفوله خالص، التراويح موجوده موجود على طول في رمضان. انا ولادي بيصلوا التراويح في الجامع وكده. فبصراحه اي نعم مش هنحس بالعيد زي مصر، لان مصر طبعا اجازه وعيله، بس ده موجود بتقام الشعائر هناك ونفس وبنتقابل وبنخرج مع بعض هناك وبنتعزم وبنتعزم في رمضان وبنتعزم في العيد، وده موجود زي مصر، زي مصر مش قوي زي مصر طبعا، بس بصراحه موجود. هاخدك لنقطة تانية وأقول لك، امرأة مصرية سافرتي أول مرة بلد أوروبي غربي، طباع غير الطباع، عادات وتقاليد غير العادات المصرية والتقاليد المصرية، كان تحديات كبيرة قوي قدامك أول ما وصلت هناك، ولكن قصاد التحديات ديت وكان عامل اللغة مهم جدا، كانت أهم التحديات اللي صادفتك في أوروبا، وإزاي قدرتي تتغلبي على تلك التحديات بإنك تشتغلي وتثبتي وجودك هناك كمصرية كامرأة مصرية، وده كان أهم تحدي إن أنت تثبتي وجودك وتتفوقي على يعني ستات كتيرة جدا من جنسيات مختلفة وخاصة من شمال أفريقيا، بإن المصرية تكون هي في المرتبة الأولى هناك، وأنت كنت نموذج لده. الحمد لله طبعا، بس أكبر التحديات الصراحة اللي بتقابل أي حد بالذات لفرنسا لو ما كانش في مدارس فرانكوفون هي اللغة، زي ما قلت لحضرتك في الأول. فاللغة دي أولا حاجة أنا بنصح أي حد عايز يسافر برا مصر لازم يكون دارس لغة، سواء كانت ألمانيا سواء كانت فرنسا، الدول اللي هي ما بتكلمش إنجليزي أصلا، لأن صعب جدا 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 التواصل من غير اللغة. طبعا أنا أول ما رحت ما كنتش بتكلم فرنش، كانت ثقافتي إنجليش، كنت بكلم في البيت مع جوزي بالفرنساوي، هو بصراحة في الأول كان بيحاول يتكلم معايا فرنساوي، وأنا كنت عندي حتة الودن الموسيقية إن أنا كنت بسمع الفرنش ده يعني حواليا في عيلتي، في ولاد عماتي ولاد خلاني كانوا بيكلموا فرنساوي وكده، فكان دايما عندي التون بتاع الفرنساوي ده. بعد كده دخلت مدرسة لمدة 3 شهور عشان أحاول أتعلم، وبعد كده الصراحة ما نجحتش قوي، لأن كانت الناس اللي كانوا بيبقوا معاك مش شرط إنهم يبقوا على نفس المستوى التعليمي أو النيفو التعليمي بتاعك. فابتديت انا اجتهد بقى لوحدي، ابتديت اتفرج على التلفزيون. هنا التحدي بقى، هنا التحدي. ابتديت صحابي، كان عندي واحده صاحبتي فرنسويه، كنت دايما اقول لها انا عايزاكي تقولي لي ده ايه، ده معنى ايه وعكسه ايه وازاي اقوله وازاي كده، لحد ما اتعلمت. كان عندك شغف ان انت تتعلمي بسرعه؟ طبعا كان عندي شغف، انا اتعلم بسرعه وكنت بحفظ بسرعه، ده اللي فادني كتير برضو. فكنت فالفرنساوي جه من هنا وجه من الممارسه. بعد كده ابتديت ان انا اشتغل، ابتديت ان انا اتكلم مع ناس، اروح سينما، اشغل التلفزيون بالفرنساوي، ابتدي اتعامل. في الاول ما كنتش بتكلم كتير، كنت بفهم اكتر، بس بالممارسه كله بيجي. وتحدي انا يعني حصل لي مره موقف عمري ما انساه في حياتي، والموقف ده هو اللي خلاني كنت رايحه اشتري حاجات من مكتب البوستة في فرنسا، وبعدين ما كانش معايا فلوس سايله، فقلت له طب ممكن ادفع لك بشيك؟ فقال لي ممكن، فقلت له طيب، فقطعت له الشيك واديته له، فقال لي لا لازم تكتبيه. فانا احرجت جدا
فانا كنت بحسب المكن هو اللي بيملى الشيكات زي ما احنا متعودين، فقال لي لازم تكتبيه. فقلت له طيب اوكي. فقلت له طب بعد اذنك انا همشي. وروحت على البيت ما عملتش الخدمه دي. وروحت البيت طلعت الكتاب، كان عندي كتاب كده طلعته وحفظت الارقام كلها من 1 لـ10 ومن 1 لـ100 والالوفات كتبتها لحد ما اتعلمت اكتب الكلام ده كله لوحدي. الموقف ده كان نقطه تحول في حياتي. ده كان نقطه تحول في حياتي. دي أنا. حقيقه، دي حقيقه، ده كان نقطه تحول في حياتي. يعني صممت ان انا لا ازاي ابقى بكلم انجليزي وبقرا انجليزي وما اعرفش اتكلم، ما اعرفش اكتب فرنساوي. يعني ده كان نقطه تحول خلتني يعني قلت لازم لازم تحدي لازم. بقى دخلتي في تحدي. تحدي لان هو حتى نظرته كانت نظره فيها حته عنصريه شويه. فدي كانت نقطه تحدي بالنسبه لي الصراحه. وقدرتي تتغلبي عليها؟ غلبت عليها طبعا وبشتغل مصريه بقى، عموما المصريات بقى المصريات قد التحدي عموما يعني. فلا لا اتغلبت طبعا يعني وكده عليها، لا ما وقفتش قدامي. طيب هروح معاكي النقطة تانية وهقول لك ازاي وانت في فرنسا لما بتعلمتي اللغه وابتديتي تشتغلي وابتديتي بقى ليكي اصحاب، ازاي حببتيهم في بلدك من كلامك عليها، وازاي اثرتي الناس دي بقوا ينزلوا اقنعتيهم ان هم ينزلوا مصر ويشوفوا مصر ويقولوا اللي انت لسه كنت بتقولي لي قد الهوا اللي ليكي اصحاب قالوا احنا عايزين نجي نعيش في مصر، يعني ده حصل فعلا. مصر عن النعمه اللي هي فيها. حصل فعلا. حصل فعلا. انا كان عندي ناس صحابي ونزلوا معايا اجازه مصر وشافوا ان احنا هنا متدلعين بصراحه، بصرف النظر عن الظروف الاقتصاديه اللي البلد ممكن تمر بيها، بس خلي بالك برضو زمان قبل الثوره كنا احسن بكتير، حتى الناس كانت اخلاقها احسن بكتير برضو زمان. فكانوا اصحابي لما بينزلوا معايا بيقولوا انتم متدلعين قوي في مصر. كانت تقول لي مثلا انا عايزه حاجه، اقول لها طب خلاص ثاني هتطلب بالتليفون، بالتليفون انا بجيب الدواء في البيت، بالتليفون انا بجيب السوبر ماركت اللي انا عايزاه في البيت. الكلام ده مش موجود في فرنسا. الحاجة الوحيدة الدليفري في فرنسا منتهى الرفاهية، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتخيل ان هي موجودة دليفري في فرنسا هي البيتزا، بيتزا هات. بيتزا هات. بعد كده مفيش حاجة. بعد كده مؤخرا عملوا حاجة اسمها اوبر ايتس. اوبر نزل شركة بدل شركة الترانسبور اللي بيعملوها اللي بيوصلوا الناس، حاجة للأكل. دي أحدث حاجة لسه نازلة تقريبا بقى لها سنتين. دي اللي ممكن تطلب من عليها حاجة، بس قبل مفيش خالص. تبقى أنت عيان وعندك دور برد وعندك محتاج مضاد حيوي مثلا، واحنا يوم سبت او حد، لا انت تروح المستشفى بقى تقعد 3 أو 4 ساعات او ما تاخدش اي حاجه اصلا لحد ما مصر فيها كميه رفاهيه حلوه وجميله. واي نعم زي ما قلت لحضرتك بتمر بظروف اقتصاديه عشان الناس برضو ما تقولش ان انا بهول. بس انا بحب مصر، انا هعيش في مصر خلاص. انا كنت يعني هنزل مصر ديفينتلي السنه الجايه خلاص. قررت. شايفه ان المصري مهما بعد عن مصر ومهما كانت شغال بره بيكسب ومعاه فلوس ويعايش بياخدوا الحنين وياخدوا الشوق لبلده، ده حقيقي، ويقول لك انا عايز ارجع لتراب مصر تاني. ده حقيقي. دايما البلد اللي بنتولد فيها واللي بنعيش فيها طفولتنا وحياتنا هي دي بتبقى البلد الام بتاعتنا. دايما مهما عشنا ومهما رحنا بصراحه بتلاقي لا يعني انا مصر. تقولي هتروحي فين؟ اقول لك هي مصر. يعني مهما شفتي رفاهيه هناك، مهما انا شفتي سافرت دول كتير. سافرت دول كتير يعني. سافرت دبي، سافرت امريكا، سافرت اوروبا، لفيت، رحت لبنان، أوكرانيا. رحت في اوروبا، رحت في اوروبا اتينا، رحت المانيا. لا تحيا مصر، تحيا مصر، والله تحيا مصر. فعلا يعني اخر رحله رحت كنت معديه عن طريق تونس وكده ودخلنا في المطار وكده، اول ما دخلت المطار بيقول لك مصر، مصر المطار مش عارف ايه. لا انا مصر تحيا مصر والله العظيم. اتبهدلنا في تونس، اتبهدلنا. مع احترامي الاخوه التوانسه، طب بس احنا اتبهدلنا في تونس والله العظيم، قعدنا ساعتين. شايفه مصر بهدلنا. فيها برضو دلوقتي يعني احنا هنتكلم برضو المقارنه، مش هنقارن بين بره وهنا، ولكن احنا بنقول مصر ابتدت حطت رجليها على الطريق الصحيح من خلال المطارات، من خلال الطرق، من خلال حاجات كتيره جدا بقت في مصر بتضاهي اوروبا. مصر حاجات كتير فيها احلى من اوروبا. على فكرة حاجات كتير فيها أحلى من أوروبا. المشكلة في مصر هقول لك أنا إيه المشكلة. في مصر في الناس وفي السلوكيات بتاعت السلوكيات صح. دي مشكلة مصر. إنما مصر أنت لو مشيت في وسط البلد في طلعت حرب أو قصر النيل أو كده أنت في باريس. فعلا أنت في باريس، لأن الخديوي إسماعيل لما أمر لما أمر عثمان إنه يعمل القاهرة زي باريس أنت ماشي في باريس. تمام. مع اختلاف طبعا المناظر اللي انت بتشوفها سواء كانت محلات سواء كانت حاجات دي، بس انت والله العظيم ماشي في باريس.
نفس فعلا البنايات في صور في محلات نفس البلد عرض الصور بتاعت مصر زمان كل حاجة تحفة. انت اكنك في باريس. فمصر حلوه بس لو الناس تغير من اسلوبها ومن من من طريقه يعني يخلوا في حبه ذوق شويه في المعامله. مش كل الناس عندها حته الذوق وان هي تبقى ديليكات في المعامله. شايفه ان الغرب بيتفوق علينا في الحته دي مع ان احنا اهل ديانه، يعني احنا الاسلام مخلينا اللي احنا ازاي يعني الاخلاق. النبي كان صلى الله عليه وسلم بيوصي بالاخلاق، وكان النبي ونكل على خلق عظيم والنبي اسوه لينا، فكان يجب ان احنا برضو نتمتع بالاخلاق، مع ان في مصريين كتير جدا يعني بيتمتعوا بالاخلاق الدسمه والرفاهيه والاسلام السمت السميح يعني الحاجه الجميله، ولكن بنقول ان كل مجتمع فيه ده وفيه دوت. ولكن الغرب ايه اللي بيميزه عننا في ان هم لما بيجي يتعامل حتى مع المراه ونظرته للمراه بيتعامل معاها ازاي؟ الغرب دول اصلا ناس منظمين، لازم نكون على يقين من ده. يعني انت بتدخل اي حته مفيش حته الفهلوه، طب انا هعدي قدامك، طب مفيش الكلام ده خالص بصراحه. في رقم انت بتاخده، وطبعا ده انا لقيته في مصر مؤخرا، وبتقعد وبتستنى. مفيش حاجه اسمها طب انا هديك اسمها ايه الشاي بتاعك الشاي أو الحاجه دي، مفيش الكلام ده خالص خالص. عمري ما شفته عمري ما شفته في فرنسا. كل واحد بياخد حقه، كل واحد بياخد حقه سواء مركز ومقابل او اللي انت بتدفعه بتاخد خدمات. بصراحه برضو دي حقيقه. وبعدين كان ابن خلدون مره اتكلم عن بلاد اوروبا وكده، وفعلا هي بلد فيها بتطبق روح الاسلام بلا مسلمين. لو حصل اي حاجه تلاقيهم لموا تبرعات. لما حصل تسونامي ده فرنسا دي لمت كميه تبرعات اكتر من الدول العربيه بكتير. فهم فعلا عندهم حته الرقه في المشاعر والتعاطف مع الناس. بس احنا بقى باسلوبنا بطريقتنا يعني هم الناس ممكن بتزهق مننا. وملاحظ كمان يا استاذ شيرين ان معظم في اوروبا من اكبر الدول الغربيه اللي بيدخلوا في الاسلام الفرنسويين. ده حقيقي. ده حقيقي. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه برضو. اولا في فرنسا في ناس نشطاء كتير مصريين في خدمه الاسلام بصراحه. انا احكي لي بقى عن الناس دول وازاي الجاليه المصريه بقى بتشترك مع بعض في ان هي بتعمل حاجات وهم بره لخدمه بلدهم في الداخل. بصراحه بيعملوا حاجات كتير. يعني في جمعيه في فرنسا بيجمعوا فلوس لاغاثه، اسمها جمعيه الاغاثه بتاعت سوريا. بيبعتوا معونات غذائيه، بطلوا يبعتوا فلوس لان اتمنع ان هم يبعتوا فلوس لسوريا. بيخافوا ان هي تكون للتسليح. فابتدوا يبعتوا قافلات غذائيه، بيجيبوا اكل، بيعملوا تبرعات، حمله تبرعات جامده جدا، وبيلموا اكل وبيبعتوا الحاجات دي كلها لسوريا، وبيكفلوا ايتام في سوريا، الناس اللي ما عندهمش اب وام والحرب ده يعني بهدلتهم. بيبعتوا لهم فلوس، او بيبعتوا لهم مش فلوس، هي حاجه اسمها كفالات، بيبعتوها عن طريق البنك. وبتروح عن طريق البنك، وبتروح عن طريق البنك في فرنسا، البنك في سوريا دايركت، ما فيش ايدين بتمسك الفلوس دي. دي حاجة. بيعملوا للغارمات هنا في مصر، بيلموا فلوس للغارمات هنا في مصر. الغارمات في مصر، فرنسا بتساهم كتير جدا 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 لفج سجن الناس الغارمات في مصر. بيعملوا عمليات، أي حد عنده مشكلة، عملية كبيرة، عملية قلب مفتوح، عملية تغيير مفاصل، الكلام ده كله بيلموا من بعض على طول في الجامع، وبيبعتوا الفلوس، بيبعتوها على الناس اللي عايزة تتعالج، أو بيبعتوها للناس اللي هي أهل الثقة في مصر اللي تصرفها فعلا في العلاج. دي حقيقه، ده الكلام ده قدامي، والكلام ده انا ساهمت فيه فانا بشوفه. والناس دي في الحج دلوقتي على فكره، اللي عاملين الجمعيات دي يعني ربنا يجزيهم عندها خير. الناس دي بتحج دلوقتي عشان لو سمعوني يعرفوا ان انا بقول عليهم يعني دي حقيقه. وبصراحه انا بشوف الناس في فرنسا بتساهم بقلوبها اكتر وبفلوسها اكتر، ويعني بيحنوا لمصر اكتر من الناس تقريبا اللي في مصر. يعني احنا بنحب مصر اكتر والله العظيم. على فكره حب مصر ده ما بيجيش كده للناس اللي في مصر، حب مصر ده لما تطلع بره مصر تعرف قد ايه مصر حلوه بقى. تبتدي تبص تقول مفيش عيله، انت كنت عايش في نعمه، مفيش عيله، مفيش حد، انت لوحدك بره، انت لوحدك. اي نعم عندك ولادك وعندك جوزك، بس فين الاهل، فين الام، فين الاخ، فين الاخت، فين الناس دي كلها، العزوه زي ما بنقول، فين العزوه دي؟ ما فيش الكلام ده خالص. انت اي نعم، انا عن نفسي ما حسيتش بقيمه مصر لما طلعت بره مصر بصراحه. يعني انا الاول كنت اقول انا زهقانه، انا عايزه اسافر، انا مش عارف ايه وكده،
بس دلوقتي انا بقول لك انا راجعه مصر خلاص. انا باخد من كلامك نقطه مهمه جدا للشباب اللي هو عاوز يهاجر واهله بيلموا فلوس ويروح يتنصب عليهم ويضحك عليهم ويموتوا العظيم في البحر ويحصل مهازل في الموضوع ده كله. والله العظيم كل هدفه ان هو عايز يسافر دوله اوروبيه عشان يشتغل. انا جه حد قال لي ان هما بيشتروا فيزا عشان يجوا فرنسا او عن طريق اوكرانيا او عن طريق الدول الاتحاد الاوروبي اللي هي دول اوروبا الشرقيه ب 150 و 120 الف جنيه. قلت لهم يا جماعه هو لو معاه الفلوس دي يعمل مشروع في مصر، ليه يسافر يتبهدل؟ ليه؟ وبعدين هو لما بيجي فرنسا ما بيبقاش معاه ورق اقامه، ما فيش اقامه الا اذا عمل لجوء سياسي، لان هجره غير شرعيه. هجره غير شرعيه، وحتى لجوء سياسي ما بقوش يوافقوا عليه دلوقتي، لازم يكون في ملف كبير جدا جدا جدا، تبقى مناضل بقى وفاهم يعني حاجه كبيره جدا عشان يقبلوا ده. فيش الكلام ده. فليه احنا نهاجر وليه نبهدل نفسنا وليه نموت في البحر؟ ليه؟ عشان ايه؟ انا بشوف هنا ناس دلوقتي بتشتغل اوبر، ناس محترمه جدا انا بشوفها وبركب معاهم على طول اوبر. ناس محترمه، المهندس والمحاسب واللي يعني بيقولك انا بكمل اليوم بتاعي بيزود دخل. فانا شايفه ان في هنا فلوس في مصر على فكره اكتر من بره. على فكره في فلوس في مصر. اللي يقول ما فيش فلوس في مصر ده ما يعرفش حاجه. انا بحس الانسان او الشاب اللي هو بيهرب، اللي بيهرب دوت وعايز، انا بشوفه بيهرب عاوز يطلع بره. انت بتهرب، انت زي ما بتقولي حضرتك ب 120 الف الفيزا او ب 130 او ب 100 الف. لو هو واحد زميله تاني عايز يهاجر برضه، ال 100 الف دي حطوها مع ال 100 الف ديت بقوا 200 الف، ما يعملوا مشروع بال 200 الف. ده رايي انا بقى، ده رايي. يعني يبداوا بشركه وبعقولهم المستنيره ديت وافكارهم، يبتدوا يعملوا دراسه جدوى المشروع ويبتدوا مشروع صغير هيكبر. والله ده انا بقول انا هاجي اعمل مشروع هنا يعني. انا مش يعني حضرتك، انا بستغرب بصراحه الناس اللي تهاجر. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، السفر من مصر للدول العربيه غير السفر من مصر للدول الاوروبيه. الدول العربيه انت بتسافر بتكون مهندس، بتكون دكتور، بتكون بتعرف تتكلم عربي اوريدي. الدول بتتكلم عربي. حضرتك لما بتسافر فرنسا فيش ده خالص. خالص ما بيتكلموش. بيضطر يعمل ايه؟ يعمل شركه مقاولات ويشتغل في الارضيات، في الدهانات، في الحاجات دي علشان يبقى كويس. هم اي نعم بيثبتوا وجودهم بصراحه، المصريين بتوع شغل بصراحه برضو عشان اقول الحق، بس في الاول وفي الاخر برضو في ناس كتير معهاش اقامه، معهاش ورق، بتعيش حياه صعبه جدا علشان تفضل قاعده برا مصر. يعني ايه بقى ليك طيب كده؟ مش فاهمه. مصر حلوه، ومصر لو عمل فيها مشروع هينجح، ولو عمل اي حاجه، ده لو عمل كافيه، لو عمل سايبر اللي هو بتاع الانترنت ده، لو عمل اي حاجه من الحاجات دي هتنجح وهيكسب فلوس على فكره. زي ما بنقول كده، الغربه مش بالساهل. يعني الغربة مش بالساهل. الغربة ليها تمن. مهما كنت جمعت فلوس، بس قصاد الفلوس دي، الفلوس ديت انت في تمن دفعته، تدفع حاجات كتير. تدفع حاجات كتير. الغربة دي يعني ايه؟ تبقى انت متغرب، يعني ايه ابوك يتوفى وانت مش موجود. بتدفع حاجات كتير. يعني ايه انت تشوف الناس كبرت فجأة وانت بترجع اكنك مش من هنا. يعني ايه؟ طب انتوا مين؟ فقدت وقت من الزمن ما كنتش موجود طبعاً معاهم. طبعا تسوى ايه كل ده؟ الواحد من المصريين بيسافر يقعد 10 سنين و15 سنه بره ما ينزلش مصر. بيرجع يلاقي كل حاجه اتغيرت. كل حاجه اتغيرت، الدنيا اتغيرت، الحاجه اتغيرت، البلد نفسها معالمها اتغيرت. فانا عن نفسي انا مش من مؤيدي الهجره بره مصر بصراحه. الا اذا كنت مسافر دوله عربيه، هتشتغل دكتور، هتشتغل مهندس، هتشتغل بكرامتك، بشهادتك، بكرامتك، وتشتغل مهندس كمبيوتر كده كده. دولة أنجلوفون، بيكون بيكلم إنجليزي، يقدر يعني يتواصل مع المجتمع. إنما كونك إنك قاعد في حتة ما تعرفش تتكلم ولا كلمة، ده صعب جدا. طيب الفرنسويين بيحبوا المصريين ولا بيحبوا الجالية الشمال أفريقيا أكتر؟ لا بيحبوا المصريين أكتر. قولي لي بقى بيحبوا المصريين إزاي؟ بيحبوا المصري، بيحبوا، ما بيحبوش شمال أفريقيا قوي، لأن دايما في حتة الانتقام من الاحتلال الفرنسي. حضرتك عارف إن شمال أفريقيا كلها كانت محتلة ما عدا ليبيا طبعا، كانت من إيطاليا. بس الجزائر وتونس والمغرب دايما في حتة الانتقام عندهم. حتى لما الجزائريين لو شفت انت خلال الماتشات او كده، اول حاجه بيعملوا ينزلوا يكسرهم. اول حاجه. المصريين مش كده. المصريين شعب مسالم، بيشتغل ما لهمش حاجه. هما بيشتغلوا بصراحه، ما فيش يوم حراميه، ما فيش يوم حد بيسرق، ما فيش فيهم ناس عايز تعمل مشاكل بره. لا لا بصراحه. لا
لا بالامانه لا. يعني ناس بتوع شغل حتى لو كان معظمهم كتير من الارياف او من المحافظات المحافظات وكده، بس بتوع شغل مش بتوع مشاكل خالص خالص خالص، على عكس شمال افريقيا. فاحنا دايما محبوبين لان احنا دايما يقول اه انت تبع الفراعنه، انت مش، لا انت مش عربي انت فرعون. فدي دايما حاجه بتبسطه. اه ده توت عنخ امون كان هنا، هو كان في رحله لراس توت عنخ امون قريب في باريس، فكان اه ده توت عنخ امون، ده انا رحت اتفرجت، ده انا كذا ده انا كذا. فهم اكتر حاجه لما بيسمعوا انك مصري بيبص لحضارتك قبل اي حاجه بصراحه، يعني لتاريخك لتاريخك وتراثك القديم، ما بيصنفكش زي شمال افريقيا. ده حقيقي على فكره. واللبنانيين ما بيتصنفوش زي المصريين برضو زي شمال افريقيا، مش عارفه ليه يعني، بس يعني اللبنانيين كمان ما بيتصنفوش يعني نمبر 1 المصريين هم اللي محتلين ال، مش نمبر 1 مش نمبر 1 برضو عشان ما اقولش كلام مش حقيقي. لا اكتر ناس اللبنانيين محتلين طبعا مصر، اكتر ناس محتله وليها وظايف في فرنسا الجزائريين والمغاربه. اكتر من بحكم اللغه بتاعي، بحكم اللغه ده، بحكم اللغه ودكاتره ومهندسين وكل حاجه. مصر بقى الجيل التاني دلوقتي والتالت، هم دول اللي هم ايه اللي جايين بقى، هم دول اللي جايين اللي بينافسوا شمال افريقيا. الجيل التاني والتالت هو ده اللي بينافس شمال افريقيا من المصريين. فدي حاجه انا مبسوطه منها جدا. واحلى حاجه ان المصريين بيهتموا بالتعليم غير شمال افريقيا بقى خالص. يعني حتى تلاقي الكوادر اللي جايه من شمال افريقيا هم بيبقوا جايين اوريدي متعلمين هناك غير المصريين. المصريين بقى بيبتدوا يعلموا اولادهم، يدخلوهم جامعات حلوه، دكاتره يعني طب وهندسه وطيران. فبيدخلوا الولاد مهتمين جدا 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 بصراحه بصراحه بالتعليم، ودي حاجه يعني لينا احنا تحسب لنا كمصريين. بما انك عشتي في فرنسا ومصريه وكنت قد التحدي في حاجات كتيره جدا، ومنها اللغه ومنها نزولك للعمل، تقولي لي في نزولك للعمل بقى والتحديات اللي بتقابليها في مصر، المصريات هنا لما بينزلوا للعمل بيلاقوا تحديات كبيره جدا مع المجتمع، في المجتمع الفرنسي تحديتي ازاي نفسك في العمل بقى مع المجتمع الفرنسي؟ عايز اقول لك حاجه، هي المراه في المجتمع الفرنسي اصلا برضو مش ما بتاخدش حقها كامل. يعني بمعنى المرتب سي مثلا انت بتشتغل مدير عام في شركه، مرتبك غير مرتبي لانك انت راجل وانا ست. لو انت مدير عام برضه في نفس التايتل بتاعك، في نفس التايتل بتاعك انا غيرك، انا اقل منك 20%. ده قانون بقى؟ ده قانون. ده قانون، وكانوا بيفكروا يغيروا القانون ده في مجلس في المجلس وكده، ان هم يغيروا المشروع ده ويخلوا حاجه اسمها ايجاليتي، المساواه بين الرجل والست في المرتبات. فطبعا دي كل الناس بتواجهها في فرنسا، ستات ورجاله كلنا عارفين، يعني كله عارف ان مرتب الراجل غير مرتب الست في فرنسا. وده بيرجعوه بيقول لك لا انا بعمل لها المرتب ده لان هي بعد فتره بتبتدي تخلف وبتولد وبتاخد اجازه، اجازه وضع، اجازه تربيه، الكلام ده كله، فده عبء على الشركه. بس فرنسا بتسعى جاهده بصراحه برضو ان هي تغير الموضوع ده. لا. بالنسبه للرجل بقى في التعامل مع المراه، انت كنت لسه بتقولي لي ان ابتدوا يقرروا ان للرجل في اجازه برضو للمراه. حضرتك بعد ما الست بتخلف في حاجه اسمها 3 سنين بتاخدهم لتربيه البيبي في البيت، دول مدفوعين الاجر من الضمان الاجتماعي. 3 سنين 3 سنين 3 سنين مدفوعين الاجر من الضمان الاجتماعي، مش من الشركه اللي بتشغل. ايوه. فرنسا ابتدت بقى لا طب ما الراجل برضو لازم يشارك، ابتدوا يدوا للست 2 سنين بس وللراجل سنه اجباري مدفوعه الاجر. مدفوعه الاجر هو اللي يقعد بقى السنه دي، مش كتير مش كتير الاجر، بس لازم تقعد السنه لو عايز 3 سنين، لو مش عايزهم انت حر. لو مش عايز 3 سنين انت حر، ودي حضانه اتصرف وكده. انما لو انت عايز تربي ابنك وتاخد ال3 سنين دول يبقى لازم 2 سنين للام وسنه للاب. يعني لو هتاخد ال3 سنين بيتقسموا 2 سنين 2 للام واحده للاب وواحده للاب. لو هتاخد 2 بس يبقى 2 للام 2 للام. والاب هنا تنازل عن السنه وبيكمل هو شغل بقى. في اباء بياخدوا السنه دي وبيقعدوا فعلا يربوا الاولاد. اعرف فيه. في كتير في كتير بياخدوا السنه دي وبيكملوا مع الاولاد، وخاصه زوجها في الشغل وهو اللي بيربي الاولاد. وخاصه لو في اولاد كتير اكتر من واحد، وخاصه لو مرتب الزوجه اكبر من مرتب الراجل. يعني ممكن تبقى الزوجه مثلا دكتوره
ومتجوزه مثلا محاسب، فطبعا هي مرتبها غير المحاسب خالص او الدخل بتاعها غير، فممكن هي تاخد الشغل وهي يقعد في البيت. حاجة جميلة جدا، اوروبا لذيذة يعني برضو. احنا عندنا بتختلف برضو بحكم العادات والاعراف والتقاليد، فبتبقى الزوجة ليها برضو هي اللي تاخد الاجازة الوضع وهي اللي تكمل لغاية ما ربنا بيكرمها، وعايز تنزل الشغل تاني بتنزل، بس الزوج لا هو اللي مكمل في الشغل بقى لانه هو اللي بيطحن يعني. الستات بصراحة هنا الستات برضو مطحونين، لازم نقول الحق برضو. تمام. الستات هنا هي بتخلف وبتربي، بتودي مدرسة، بتودي النادي، بتعمل تمارين، بتذاكر، كل حاجة على الست. انا ما بشوفش الرجالة بتعمل حاجة. يعني انا عندي ما بشوفش الرجالة بتعمل حاجة غير ان هي بتشتغل وبتجيب فلوس، واحيانا حتى فلوس ما بتبقاش كتير. فبس الست بتعمل حاجة كتير. الست دايما بتبقى بطلة ان هي بتعمل حاجة كتير قوي 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 قوي، الراجل ما يقدرش يعملها. يعني مفيش راجل يقدر يشتغل ويغير البيبي ويروح وينزل ويودي التمرين، ومفيش الكلام ده ما بشوفوش، عمري ما شفته في مصر. طب هاخدك لنقطة تانية، بما انك بتتكلمي عن الست المصرية وشفتي الست الفرنسية، الفرق بين الست المصرية والست الفرنسية ايه؟ في ايه بالظبط؟ في التعامل، في المشاركة، في المطحونة زي ما انت بتقولي. الست الفرنسية نفس لا الطحونة اللي فيها المرأة المصرية؟ لا لا لا، اولا لا مش كده خالص. الحياة عامة في فرنسا ما بتطحنش ناس قوي قوي هنا زي مصر. يعني بحكم الدنيا نفسها هنا بنطحن عشان زي الذهب كده، هنا بتطحنوا عشان بتباتوا بتناموا متأخر. لا فعلا حتة النوم متأخر ديت، حتة النوم متأخر دي حاجة يعني فظيعة الصراحة. هنا المحلات كلها بتقفل الساعة 8 في فرنسا، ماكسيموم 9:30 اللي هو اللي قاعد يعني ما بيقفلش. يعني بيجبرك ان انت تروح تنام، مفيش حاجه بعد كده تعملها، المحلات بتقفل. بعد كده انت عايز تروح تسهر بقى في اماكن زي الشانزليزيه مثلا، زي الحته السياحيه زي مونمارتر والحته دي ممكن تبقى مفتوحه، بس المطاعم بس مفيش. حتى ما تقدرش تعمل شوبينج. محلات اللبس والحاجات دي كلها بتقفل الساعه 8:30 قانون، وبتفتح الساعه 10 الصبح. السوبر ماركت بيفتح الساعة 8:30 وبيقفل الساعة 9:30. ده قانون على كل الناس، مفيش حد اصل طب استثناءات، طب اصلا انا ساكن في حتة مش عارف، فيش الكلام ده خالص خالص. الحياة اكثر نظاما وتنظيما في فرنسا. وبعدين الاكتيفيتي اللي الستات بتعملها هنا في النوادي او كده، فرنسا بيعملوها في المدرسة. يعني في المدارس الانشطة الانشطة سواء السباحة مثلا، يعني السباحة دي قبل ما تطلع اولى اعدادي لازم تكون تعرف تعوم، ده المدرسه هي اللي بتوديك مش الام. يعني انا ما وديتش ولادي، انا ولادي المدرسه هي اللي علمتهم السباحه، المدرسه هي اللي علمتهم الباتيناج يروحوا يتزحلقوا على التلج، مش انا. ففي حاجات المدارس برضو هي بتشيل العبء فيها عن الام. الام برضو بتشتغل وبتعمل حاجات كتير، مذاكره طبعا على حسب بقى. طيب المراه المصريه، بما انك بقى مصريه، شايفه ان المراه المصريه مميزه بايه؟ احنا بنقول هي مطحونه، ولكن ليها ميزة المرأة المصرية. احنا متحيزين طبعا للمرأة المصرية، ولكن المرأة المصرية شايفة ان دورها في الايام اللي جاية اختلف عن الماضي؟ شايفة ان المرأة المصرية بقى ليها في المجتمعات، من مصريات بقت وزيرات، بقت محافظين، بقت حاجات كتيرة في مصر، نواب في البرلمان، احنا داخلين على 100 نائبة في البرلمان دلوقتي. طبعا. وبعدين القانون الجديد اباح ان هو يبقى 25% من النواب هيبقوا مصريات يعني سيدات. شايفه ان المراه المصريه في ظل الظروف اللي جايه هيبقى ليها دور قوي جدا؟ المراه المصريه طول عمرها ليها دور. من ايام هدى شعراوي المراه المصريه ليها دور. على طول احنا لينا دور على فكره، يعني مش مهمشين. لا طيب احنا ما بنقولش لا، هنقول احنا دور قوي، دور بقى دور يعني قوي جدا. ليه؟ ما من زمان، من ايام هدى شعراوي والمراه، ومن ايام صفيه زغلول. يعني دي ام المصريين. فمن ايام التاريخ، من زمان، من 1918 و14 لحد دلوقتي المراه المصريه ليها دور. احنا ستات برضو يعني جامدين جدا الصراحه. لا انا بتكلم في نقطه يا استاذ شيرين، ان المراه المصريه رغم التحديات اللي بتقابلها، ولكن ابتدت المراه المصريه تحط رجليها وتقف بثبات في تحديات كتيره جدا. يعني كنا بنشوف نظره المجتمع للمراه المطلقه زمان كانت ازاي، دلوقتي نظره المجتمع انا شايف ان هي اختلفت بالنسبه للمراه المطلقه. طبعًا. دلوقتي بقاش اسم المطلقه دوت يهز المراه، في حين ان هي لا، بقت بتنزل وتقف وتشتغل وعايزه تثبت وجودها وتثبت للعالم كله ان هي قد التحدي وان هي موجوده.
ده حقيقي على فكره. ده اولا مطلقه دي حاجه خلاص احنا يعني تخطينا المرحله دي. مطلقه دي بقت حاجه تقريبا ثلاث ارباع ستات في مصر بقت مطلقه دلوقتي. لا ما وصلتش ثلاث ارباع. بس عامه الستات بتشتغل، الستات بتعتمد على نفسها، وفي ستات اصلا الرجاله ما بتشتغلش والستات هي اللي بتصرف عليهم على فكره. يعني دي نسبة يعني كتيرة. نسبة نماذج كتيرة في مصر وبره مصر. في مصر وبره مصر كتير. لو حضرتك رحت محكمة الأسرة هتلاقي ناس كتير، رجالة كتير ما بتصرفش على الولاد، الستات هي اللي بتشتغل. فالست في مصر يعني قبل الاتحاد الدكاترة، الدكتورة في مصر في دكاترة كتير ستات، في مهندسين كتير ستات، في زي ما حضرتك قلت نائبات في البرلمان ستات. فالستات ليها دورها على طول وهيفضل ليها دورها، وفعلا بتاخد خطوة يعني خطى قوية جدا 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 ان هي تكون موجودة في المجتمع. احنا نص، اكتر من نص المجتمع على فكرة. احنا اكتر من نص المجتمع في مصر. شايفة انك لما هترجعي مصر اهم التحديات اللي هتبقى قدامك زي ما تحديتي بره نفسك في اللغة وقدرتي تثبتي وجودك وقدرتي تشتغلي وتقدرتي تاخدي مكان في عمل هناك، شايفة ان من اهم تحدياتك اللي انت لما تخلصي مدتك بره وهترجعي مصر، التحدي اللي انت او الهدف اللي انت حاطاه لنفسك لما تيجي مصر كامرأة مصرية عاوزة تعملي ايه في مصر؟ لازم اشتغل. انا هعمل حاجتين. الحاجة الاولى انا طلعت اوكرانيا بعمل كورسات للعناية بالبشرة والتجميل والحاجات دي. فدي اول حاجة هعملها في مصر. مركز تجميل. مركز تجميل بس مش مركز تجميل عادي. مركز تجميل ليه شكله وليه اسمه وليه ترند، بيعملوا حاجة معينة بس اتخصص فيها. بس هيبقى الفئة معينة بس من المصريات ولا هتفتح لكل المصريات؟ لا ليه، ممكن نعمل بقى زي السوبر ماركت نعمل بروموشن عروض. لا ليه، لا بالعكس بالعكس خالص على فكرة. دي حاجة انا هعملها. زائد ان انا في الملابس لقيت الذوق في مصر في حاجات كتير مش متدني. بيطلعوا يجيبوا من تركيا وبيجيبوا من الصين وحاجات مش حلوه وحاجات غاليه وحاجات كلها زي بعضها. تحس ان انت ماشي في حته كلها استنساخ، كله زي بعضه. فهحاول اعمل حاجه ان انا اجيب حاجات على ذوقي وعلى ذوق ناس صحابي. احنا مجموعه هنشارك في الموضوع ده، يعني انا مش لوحدي برضو. انا لما انزل ما هي دي بقى الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا اللي احنا هننزل روح الجماعه. يعني انت هتنزلي تعملي مشروع مع مجموعه من المصريات او المصريين اللي هنا تقريبا، وتشتغلوا مع بعض في ان انتوا تعملوا حاجه يعني. احنا تقريبا احنا تقريبا اربعه. كل واحد بيساهم. ثلاث ستات وراجل معانا. هنساهم كلنا في الموضوع ده. اللي هيساهم بخبرته على الانترنت، بالتسويق على الانترنت، يعني يحط الحاجات على الانترنت ويسوقها كويس لان هي عندها ماركتينج. اللي هتساهم معايا في الذوق وهتسافر معايا بره نشتري الحاجات دي، وهي زميله يعني صاحبتي، يعني صاحبتي وذوقنا واحد تقريبا. واللي هيمول معانا برضو اللي هو رقم اربعه، الشخص اللي هيمول. وبس احنا قررنا نعمل ده مع بعض جماعه علشان اقول ان احنا ممكن نعمل حاجه واحنا في مصر. احنا يعني شرط ان احنا نسافر. هنقول راجل وثلاث ستات. راجل وثلاث ستات. طب كويس. الفكره ستات. ان انتوا ابتديتوا تفكروا، يعني انت ابتديتي تفكري مش هتنزلي تقولي بقى اصل انا معايا قرشين وانزل اقعد بيهم. ما معيش فلوس على فكره. يعني ايا كان، في ناس بتفكر كده يقول لك انا هنزل بقى بالقرشين دول حطهم في البنك واشتغل ودول يطلعوا لي كده. انت عاوزه تبتدي تاني. انا يعني عايزه تبتدي تاني وعايزه اعمل حاجه حلوه وحاجه مميزه. وهعملها باذن الله. والسنه الجايه هنتقابل، انا هكون عملتها باذن الله. فانا ده اللي بفكر فيه وده اللي انا عايزاه. وبقول للناس ان احنا واحنا في مصر واحنا مجموعه في مصر، مش محتاجه ان انا اطلع بره مصر عشان اعمل مشروع. ما هو ناس قاعده في مصر اوريدي. يعني صحابي دول قاعدين في مصر، وبعدين بوزيشنز جامد برضو، شغالين شغل جامد. يعني دكتوره وواحده خبيره ماركتينج، واحد بي دي جي بتاع شركه بترول. فيعني حضرتك ناس اصلا عندهم شغل. ده حاجات تانية احنا بنعملها مع بعض عشان نحاول نحسن من السوق العام ونحسن من دخلنا احنا نفسنا ومن الشغل ومن الدنيا هنا عشان نعيش في مصر حلو على فكره يعني. بس ومركز تجميل ده بقى بعدين. طب كويس. انا بشوف الفكره ان انتوا فكرتوها مع بعض دي حاجه جميله جدا. بقول ده كل ده ليه حضرتك؟ احنا بنقول ان انا عايز اشتغل، انا مش مرتبط بوقت، مش مرتبط بسني، مش مرتبط انا حاطط هدف قدامي هعمله، حاطط هدف ان انا عاوز اوصل لحاجه معينه هعملها.
سواء راجل سواء ست سواء انا كنت بره او جوه، لا انا حطيت هدف تارجت قدامي اللي انا لما ارجع بلدي هعمل ايه. ودي حاجه حقيقي. جميله جدا طبعًا. ان انت شاركتي برضو ليك صحابك وليكي معارفك وابتديتوا تقعدوا تفكروا مع بعض احنا هنعمل ايه. يعني هو برضو بصراحه برضو عشان انا الموضوع ده كان في دماغي بقاله فتره. كانوا دايما قرايبي بيقولوا لي انت لازم تعملي المشروع ده، لازم تنزلي هدوم، ولازم تعملي ولازم ولازم ولازم. بس لما اتكلمت مع الناس التانية، ما اتكلمت مع انجي، مع وائل، مع رندا، قلت لا لازم نعمل حاجه مختلفه. واحنا نعمل حاجه مختلفه، مش حاجه عاديه، مش حاجه اللي انت بتدخل في اي محل تلاقيها، لا، وحاجه باسعار معقوله برضو ممكن ناس كتير تشتريها، مش شرط انها تبقى غاليه قوي، مش بس حاجات قيمه يعني، بس حاجه قيمه، حاجه حاجه ذوق، حاجه ستايل، حاجه حلوه تتقدم للناس يعني. بس ده انا شايفه ان هو ده الهدف، وشايفه ان احنا واحنا في مصر نقدر نعمل ده. ومش شرط ان انا اسافر بره مصر عشان اعمل حاجه زي دي يعني. تمام. ده مش الاوبشنز. مصر حلوه كتير والله العظيم، مصر طيب. حلوه جدا جدا. لما هقول لك بقى سؤال، انت واولادك لما اولادك بيقعدوا معاكي بقى وبتتكلموا، اكيد طبعا هم يعني عاشوا في فرنسا وقعدوا في فرنسا وبقت فرنسا هي بلدهم، ولكن لما بيجوا مصر معاكي ويبتدوا يقولوا لك بقى لا احنا عايزين نقعد هناك او عاوزين نقعد هنا، بتبتدي انت بقى شعورك كأم معاهم بقى بتقولي ايه؟ بس هقول لحضرتك حاجه، هو الوضع مختلف. ولادي اتولدوا في فرنسا. فزي ما قلت لحضرتك في الاول، انت لما بتتولد في مكان بتحس دايما بالحنين للمكان اللي انت اتولدت فيه والمدرسه اللي انت كبرت فيها وكده. ولادي انا عندي ولدين وبنت. الكبار الصبيان يقول لك طب احنا عايزين نقعد هنا، طب احنا مش عارف ايه، طب براحتك انت يعني براحتك كده كده. ابني في واحد منهم هيرجع مصر، عايز يقعد في مصر مش عايز يقعد في فرنسا. ولدك ابني الكبير هو لا خلاص بيشتغل في فرنسا، خد طريقه ان هو يكمل، خد طريقه ان هو يكمل لانه خلاص اوريدي. بس برضه بلده مصر البلد بتاعته على طول بيبقى بيجي على طول موجود. بيجي على طول اجازات، وبيجي على طول بينزل عادي وبيكلم مصري. احنا بنتكلم في البيت عربي على فكره، ما بنتكلمش فرنش خالص، بنتكلم عربي. وابني التاني لا هينزل مصر، وبنتي هتنزل مصر مش هتقعد فرنسا بصراحه، هتشتغل معايا في البيزنس. طيب النهارده ابنك لما يجي يتجوز وحبي هترشح له فرنسيه ولا مصريه؟ لا ده انا ما اقدرش بقى ايه، كل يعني واحد قلبه ما يريد بقى. لو جه خد رايك. لا هو عارف، هو يعني الموضوع طرح اساسا وبس. عندي واحد بيقول لا انا هتجوز واحده من شمال افريقيا. وعندي واحد قال لا انا هجوز واحده فرنسويه. طب هاتيلي واحده مصريه بتتكلم فرنساوي عشان اعرف اتفاهم معاها. يعني هو بيقول لي كده. قلت له طب خلاص، ففي هنا فرنسويين كتير، ما خلي بالك احنا ممكن نتجوز من الاجيال اللي في فرنسا، الجيل الثاني والثالث موجود. ما هو ممكن يكون التزاوج، وفي ناس كتير بتتجوز كده على فكره. يعني في مصريين بيجوزوا اولادهم لمصريين هناك مولودين في فرنسا. يعني مصريين ومصريين بيتجوزوا مع بعض اللي هناك. انت بتقولي عليه اللي هم نشأوا مع بعض هناك. ايوه. فبيبتدوا بقى هم مجنسين في فرنسيين، ولكن هم مصريين في الاصل. مصريين في الاصل، يعني قبل ما انزل كان لسه في فرح بنت وولد اتجوزوا دكتوره وواحد صيدلي، اتجوزوا في مصريين مولودين في فرنسا واتجوزوا في فرنسا بس هم مصريين. واحنا كلنا حضرنا الفرح. كمصريين. فده موجود لان الاجيال خلاص بقى في جيل الثاني والثالث، وكلها اجيال متعلمه وكلها اجيال حلوه يعني بصراحه تفرح. بس غير الجيل الاول خالص، الجيل الاول ده يعني اتهضم حقه. طيب هقول لك في دقيقه هتقولي لي نصيحه او روشته للمراه المصريه، بتقولي لها ايه كامراه كنت في الغربه والغربه خدت منك كتير، تنصحيها بايه؟ انصحها بايه؟ الموضوع كبير كده. قولي لها جمله. انصحها ان مهما حصل ومهما كان ما تسلمش ابدا، دايما تفضل عايزه هدف، عندها اهداف لازم تحققها، لازم كل فتره في حياتها تقف مع نفسها وانا عندي الهدف ده لازم احققه، لازم في فتره زمنيه معينه لازم احققه، وما تهملش نفسها خالص خالص خالص، لان هي لازم اصلا تفضل حلوه في عين نفسها اصلا قبل اي حد. دي حاجه برضو مهمه لاحظتها هنا في مصر. بس عايزه اقول ان العزيمه والاصرار لازم تكون موجوده عند اي حد انه يحقق اهدافه ويحقق احلامه. احنا لازم نحلم، لازم نلاقي حلم صغير نعمله عشان نحققه. بس ده اللي انا اقدر اقوله.
دي نصيحتك للمرأة دي المصرية؟ دي نصيحتي للمرأة المصرية، واهتمام بالولاد بصراحة، يعني اهتمام بالولاد، لأن بس هما كلهم بيهتموا بأولادهم بصراحة برضو، الاهتمام بالولاد واهتمام بأزواجهم. والاهتمام بأزواجهم أكيد طبعا، الاهتمام بالأزواج دي حاجة مطلوبة طبعا. أنا بقول لحضرتك نورتيني وشرفتيني، وكان لقاء ممتع، واديتينا فكرة عن المرأة المصرية في أوروبا ازاي بتتعامل، وازاي بتحترم في اوروبا، وازاي بيعاملوا المراه المصريه، وان هي قد التحدي بره وقد التحدي جوه في بلدها، وان المراه المصريه بقت على قدم المساواه دلوقتي في العمل، ان هي بتنزل وبتشارك، وان هي بتقدر تبقى متواصله ليل ونهار في العمل. ازاي المراه المصريه بتحافظ على بيتها وجوزها وعملها، ازاي بتقدر ان هي تواظب وتوازن بين العمل وبين البيت. المرأة المصرية فخر لكل واحد بيشوف المرأة المصرية. أنا متحيز للمرأة المصرية، بيتعبوا جدا، بشوفهم في العمل، بشوفهم بينزلوا أشغال، بيكافحوا، بيروحوا بيوت، بيعملوا مشاريع صغيرة، مشاريع أكل. المرأة المصرية بتعمل كل حاجة، يعني أنا شايف المرأة المصرية قد التحدي في كل حاجة. موجود في فرنسا ده على فكرة، مشاريع الأكل بيعملوها في فرنسا برضو، المصريات هم اللي بيعملوا. موجود. طيب يعني المصريين وهم شطار في الأكل بره وجوه. ده حقيقي، بيرفكت، بيعملوا مشاريع أكل برضو بره في فرنسا، بيعملوا المحشي بقى والحاجات بتاعت مصر دي، بيعملوا الأكلات المصرية. ده حقيقي. شفتي يعني وعقول بقى المصريات. ناس كتير بتعمل كده، وبشتري أحيانا من المصريات بقى هناك. يعني أنا شايف إن المرأة المصرية هي شرف لينا في كل وقت، ومشرفونا في كل مكان، ستات مناضلة والله بره وجوه. المصريات وبيستحملوا، وحنينين على فكرة، يعني على عكس شمال أفريقيا مش زينا خالص خالص. الناس بره عندهم قسوة في قلوبهم غير المصريين على فكرة. الست المصرية حنينة، بتخلي بالها من بيتها ومن ولادها، جدعة دي حقيقة برضو. على عكس الناس التانية، دي ميزات ما تلاقيهاش في شمال أفريقيا خالص. أنا بشكر حضرتك، كل سنة وانت طيبة، طيب. نورتينا واديتينا فكرة عن المرأة المصرية برا وازاي بتتعامل، ونتمنى ان شاء الله في كل أجازة ان شاء الله تيجي تنورينا ان شاء الله، وتقول لنا المرأة المصرية بتعمل ايه برا. بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ شيرين، ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات اخرى معنا بإذن الله. اعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة من اليوم المفتوح في اخر ايام عيد الاضحى المبارك، بقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ولا يسعني أن أتقدم بالشكر للأستاذة شيرين الطيبي، قالت لنا المرأة في أوروبا بتتعامل إزاي، والمرأة المصرية في كل مكان هي مشرفة، المرأة المصرية في كل مكان هي الأم والأخت والزوجة والبنت، فخر لينا ووسام على صدرنا بنتباهى بيه وبيتشرفنا في كل مكان. يا رب إن شاء الله المرأة المصرية دايما كده في المقدمة، ودايما كده هي الأم والزوجة والأخت والابن والصديقة، وكل حاجة بتشوفها في المرأة المصرية بتساعدك في كل حاجة يد بيد مع الرجل. أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها، يا رب كده تكون كل أيامنا أعياد، ويا رب إن شاء الله نشوف المصريين والمسلمين في كل خير وسعادة، على أمل ووعد أن يتجدد اللقاء معكم في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرماوي مع أطيب المنى وأرق تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.